احنا في سجن مش عارفين تاريخ انتهاء اعتقالنا. الاسير بيبقى عارف مؤبد 2-3 وإله تاريخ. احنا اسر بدون ذنب بدون خطية بدون ما نزل علينا هيك. انحبسنا وقعدنا في دورنا، انا واختي تركنا شغلنا وقعدنا في الدار، بناتنا ما بتتجوز، اللي بيجي يخطب منا بقول لك هدول عند يهود شو بجيب ابني عندهم برجعوا. اولادنا بنروح نخطب لهم بقول لك انتوا عند يهود بنعطيش. وقيس على هذه الشغله اشياء كثيره. بروح اشتري الحاجه قبل ما افكر بحقها كيف بدي ادفعه، بفكر شو بده يوصلها للدار. من حبة البندورة لجرة الغاز. هلأ في ألعن من هيك، إنه لما تخرب أو أي إشي عندي بده صيانة بدي أبوس إيد اللي يجي يعمل لي صيانة. الأرض هذه أنا وأخوي أكم مرة دخينا والله بدوش يطخنا عشان نجيب حرات يحرتها. وين رحتوا أنتوا؟ إحنا كل عر أخضر موجود في الدار دافعين ثمنه من حياتنا وأعصابنا، لأنهم بدهم يبيدوا الشجر والحجر والبشر. أنا بعرف إنه عائلات رحلت من هوني عشان تتجوز بناتها، عائلات تركت دورها ورحلت عشان بناتها يتجوزوا. لا 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 على رأي بناتنا. اللي الزلم اللي ما عندهش زلم مفوش شرب بدهش يتجوزنا هون بدهش نتجوز. هذا الصح، هذا الصح يا خالتي. إذا إحنا مرهونين لأنه عنا يهود هذا ذنب علينا بدهش نتجوز. أنا بنتي لما تجوزت كان شرطي الوحيد إنها تنخطب من داري وبتقبلوني على عملي وأشهد بالله إنه عيلتها وافقت. هلأ وين كان الخطر؟ يوم ما بدهم يجوا اليوم الجاه يجوا ياخذوها، قال نجيب هالخلق عند اليهود بنقدرش. اضطريت في بيت فاضي أخذتها لأخوي، أخذناهم قعدناهم، إجت الجاهة أخذت كنتهم من برا برا وروحت. والبنت تقول بدي أطلع نفسي أطلع من دار أهلي. هذه عينة من حياتنا. إحنا حياتنا شبه ما في حياة، لا في أفراح ولا في أتراح. أنا ما عنديش إلا الطفل هذا بعايش باستمرار في البيت وبيجوا عندي أحفادي. هلأ الطفل هذا ما صدق يندق الباب منشان يطلع برا، لأنه لما بده يطلع لحاله منخاف عليه. يعني كلمة برا هذا ملغي عنا إلا لما يجي ناس زي أفضلكم. ليش أنا يعني بتمنى الزوار تيجي؟ أولاً من ثبت عروبة المنطقة، ثانياً من حسسهم إنه إحنا مش قاعدين لحالنا، في ناس متذكرتنا وبتيجي بتزورنا. شوف لحد وين، شوف الفارقة، إنه أنا ما منصدق حد يطرق الباب حتى نحس إن إحنا عايشين. أنه ما في حياة، ما في حياة. أنت لو جيت ووصلت باب داري كان شفت متراس وحمواسير وكذا منحطنا ورا الباب خوف لينخلع الباب ويفوتوا علينا وإحنا نايمين. طبعاً في الطابق الفوقاني أنا عايشة أنا وأختي، وفي الطابق التحتاني عايش أخوي وولاده. وهذه حياتنا، حياتنا مش ما فيش حياة، ما في حياة، ما في حياة. يعني أشهد بالله إنه بيجينا دعوات، ولكن أنا من خلالك وبعتذر لكل الأقارب والأصدقاء عن العزيات والأفراح، لأنه ما بنقدر نغادر بيتنا، ما بنقدر. بيتنا مستهدف، بيتنا دفعوا جابوا عليه 20 مليون دولار نقدي، وجنسية إلنا ولأي واحد من أسرتي بس ياخدوا البيت. قلت لهم والله لخلي لحمكم بالصندوق. قبلي أخدوا أخوي عشانه بيعرفوه، يعني إجا لأبوي بعد بنات وكذا، حطوه في المعتقل وإجوا ساوموا أبوي. قالهم أخدتوه ولد بطلع زلمة، ورفض عرضهم، كسروا الدار وراحوا. الإغراءات الفلكية وكل واحد في العيلة من ولد وشيب وشباب تعرض للإصابة. أنا لليوم وبكرة عندي إصابة في رجل الثبت، تركوني معاقة، توفت رحمة والدتي وعظم جبينها هيك طالع من لما ضربوها حجر وكسروا عظم جبينها. مات رحمة والدي وضاربينا في وسط راسه هون بآلة حديد وهو قاعد منكش في الدار ودمه ينفر، ما في بدايتها الجيش إسعافه
من كتر الدم لانه فيش سيارة تسعف تصل لهوني. حياتنا خالتي ما هي حياة، حياتنا كالقابض عجمر من النار. شيك شو هو شيك؟ يعني شو بضرهم؟ انزل تفرج ولف عليه، مقطعينه تقطيع بس ادوبه اخوي واولاده ماسكين هالسلك ويربطوا في هالشيك، حارق قلبهم السلك، بدهم تضل الارض والدار مباحه دمها الهم مشان هم وكلابهم وحميرهم يدخلوا على الدار. بدي احكي لك نفه صارت مع ابن اخ اللي في هلا هو في امريكا سنه التوجيه، هو عنده امتحان مسكوه على المحسوم قال له يلا خلص بعاد فوت القاعة، انت عندك امتحان بدك تقدمه يلا روح. بعد ما خلص وقت دخول القاعة قل لي شو اخذ معناها هادي؟ اعطوني ترجمة لهادي. السيارة لما بتدخل هوني انا واحدة زي حالاتي مريضة، خمس مرات حرقوا لي سياراتي وانا بصفها على طريق الكارانتينا. شو بتضرهم سيارتي لما تفوت هوني؟ شو بتضرهم؟ هلأ روح وقف عند الباب بتلاقي سياراتهم مسكرين الباب بعيد عنك، عربة النفايات بيقدروش يطلع فيها يكبها على المكب. هذا استفزاز ولا مش استفزاز؟ لما أنا الزبالة عندي ما أقدرش أوصلها للحاوية وسيارتي ما بتدخلش، حدا يجيب لي عقل فوق عقلي يقول لي إنه أنا سيارتي بدها تهاجمهم. صارت حياة أو موت، أكون أو لا أكون. هم عارفين هذا الحكي إنه لو لحمنا بنخرط في ترابها بجرافاتهم لن نرحل ما داموا في نفس طايح طالع. لا أموالهم ولا رعبهم رحلنا.